اتوقع يعني انه برشلونه يمكن المباراه دي يستعيد بعض من لعيبه لعيبته، لانه الفتره اللي فاتت برشلونه برضه عانى يعني عانى من كميه من الغيابات. الاصابات وغيابات. نعم ممكن دي برضه ما ادت رؤيه كامله لتشافي انه يواصل يعني شغله بالطريقه الكامله. بس برضه في حاجه، يعني برشلونه بدا يغلب وبدا يعني يطلع من كل كوره وهو منتصر، دي برضه دافع معنوي كويس. غير كده انت كنت في المركز السابع او الثامن او التاسع كمان، نعم. ورجعت وصل للتاسع، نعم ايوه وصلت للخامس، دي برضه دفعه كويسه جدا هو محتاج انه يواصل فيها، لانه هو محتاج يخش ضمن الاربعه الكبار. ذكرنا قبل كده انه هدفه ممكن ما يكون الدوري، هدفه أيوة انه التصفيات كونك الاوروبيه. السنه دي لو طلعت من الشامبيونز ليج كتمثيل برضه مشكله في حق برشلونه، ممكن يعني تكون حاجه سلبيه، حاجه سلبيه جدا جدا. فانا اعتقد مباراه الليله ممكن بعد عوده بعض في ثلاثي كده احتمال كبير يرجع الليله، ممكن برشلونه يقدم مباراه كبيره جدا. غرناطه فريق يعني السنه دي ترتيبه او اداؤه ما بالطموح الكبير ولا بالقوه الممكن تزعج الفرق اللي في المقدمه، لكن زي ما قال كابتن ايليا، لانه برشلونه تذبذب مستواه على خلال الموسم بديك انه انت ما بتقدر تتوقع للمباريات اللي بيحصل، زي ما حصل مع ختافي وريال مدريد اللي فاجأ ريال مدريد وفاز عليه. برشلونه نتائجه في خارج ارضه ونتائج سيئه في الدوري بالضبط، فهو محتاج المباراه دي على الاقل في حاجه ايجابيه بعوده المصابين، وانه يبدا يمثل بقوته الكامله. نعم يعني. ريال مدريد.